إن شاء الله محاضرة النهاردة. حد فاكر أي حاجة من محاضرة الأسبوع اللي فات؟ حد فاكر اتكلمنا على إيه؟ أنا مستنية إجابات. ألو، شباب سامعيني؟ طيب اتكلمنا قبل كده المحاضرة اللي فاتت عن إيه؟ أخذت الصوت قطع، باشمهندس ما سمعتش منه حاجة، باشمهندس؟ مفيش صوت يا باشمهندس. يا دكتور، ماشي، قول دلوقتي. احنا كنا اخدنا بعض المواقف اللي ممكن يبقى فيها الريسك عالي والريسك قليل، وخدنا بعض المخاطر اللي في المجال البحري بتاعنا. ماشي، اوكي. حد تاني عنده اضافة؟ اخدنا محدش تاني؟ دكتور اخدنا الريسك، واخدنا الهازرز اللي بنقابلها والقابلية بتاعتهم وايه كمية الخطر اللي ممكن نقابلها برضه، وازاي العب ازاي؟ ايه، مش سامعة؟ الصوت بيروح تاني. الو الو، طيب هو انا مش سامع صوت، اتعشى ان تكونوا انتوا سامعيني. احنا اتكلمنا على الريسك وعلى الهازارد، ولكن كتعريفات عامه، واتكلمنا على الافكار العامه اللي الناس بتبص فيها والفاكتورز المختلفه، سواء فاكتورز نفسيه، فاكتورز قانونيه، اخلاقيه، اللي بتاثر على مفهوم الهازارد او مفهوم الريسك بالنسبه لنا. فالنهاردة هنكمل كلام، هنتكلم على definitions تانية للريسك والـ process of risk assessment والخطوات بتاعتها والطرق المختلفة بنتعامل فيها مع الريسك. فأول حاجة definitions of risk، في عندنا two main definitions أو two main approaches إن إحنا نعمل بيهم الـ definition للريسك. أول طريقة بنسميها qualitative، وتاني طريقة بنسميها quantitative. من اسمهم اي حاجه عدت علينا في الماث في الفيزيكس، لما اسميها كوانتيتيف يبقى معناها مرتبط بايه؟ بالكوانتيتي، يعني مرتبط بالكميه، يعني معناها ان انا هتكلم في ارقام، هتكلم في توصيف واضح ومحدد، يعني لو سكيلينج. لكن لما اتكلم على كواليتيتيف يبقى انا بتكلم من وجهه نظر تانيه، بتكلم على مفهوم مش رقمي، ممكن يبقى له سكيل برضو لكن مش بالضروره يكون رقمي. فمعانا الكوانتيتيف ومعانا الكوانتيتيف، والاثنين بيربطهم حاجه اللي احنا اتكلمنا عليها الاسبوع اللي فات، اللايكلي هود والكونسيكونسز. وقلنا ان مش كفايه اقول ان مثلا عندي خطر انفجار، ده خطر انفجار العواقب بتاعته وخيمه جدا، ولكن احتماليه حدوثه قد ايه؟ هل احتماليه حدوثه عاليه ولا واطيه ولا متوسطه؟ ان بحدد الريسك ليفل بتاعي على ان انا بعمل كومباينيشن بين الاثنين، ما بين اللايكلي هود وما بين الكونسيكونسز. حدث العواقب بتاعته تافهه
او صغيره مش خطيره قوي، ولكن متكرر كتير جدا، متكرر كتير، يبقى ده الريسك بتاعته مش كويسه. يبقى انا مش كفايه ان انا ابص على الكونسيكونسز عاليه او واطيه واقول ان ده كفايه، لا لازم كمان بربطها باللايكليهود او بالبروبابيليتي بتاعتها، بالاحتماليه التكراريه بتاعتها. الاثنين مع بعض هم اللي بيحددوا لي المستوى بتاع الريسك بتاعي قد ايه. الكونسيكونسز اتكلمنا عليها كذا مره وقلنا ان هي سواء الاصابه او الوفيات للاشخاص وللممتلكات وللبيئه. في هيئه اسمها الاتش اس اي اللي هي هيلث اند سيفتي اكزكيوتيف دي في انجلترا، حطت ديفينيشن او حطت زي قواعد كده زي المحليات كده عندنا في مصر، اللي هي بتقول ان ما ينفعش انا اعمل اكتيفيتي او يتاخد ابروفل على اكتيفيتي معين قبل ما يكون معمول له ريسك اسيسمنت له. وبالتالي الريسك اسيسمنت ده بيحدد ايه المخاطر المتوقعه او اللي ممكن تنتج من النشاط ده، يعني شركه، مصنع، مطعم، فاسيليتي، ايا كانت، لازم يتعمل لها الريسك اسيسمنت بتاعها، وان ده ضروره عشان تاخد التراخيص اللازمه ليها. طيب ده علشان انا اعمله، هعمله ازاي؟ عندنا ميثود اللي اسمها الفايف ستيبس. الفايف ستيبس فيري ستريت فورورد وهنشوف ليه. اول ستيب معايا ايدنتيفاي وات كان جو رونج، يعني الاول لازم بحط فرضيات، بحط دراسه او بعمل سيرفي، وهنتكلم فيما بعد على الطرق والميثودز اللي بعمل بيها الكلام ده. ولكن الخطوه الاولى ان لازم احدد ايه الاحتمالات اللي حاجه اللي ممكن تحصل غلط، يعني هل ممكن مثلا البايب سيستم الفلاني يحصل فيه تسريب، ممكن يحصل شراره من الجهاز الفلاني فيولع حريقه، ممكن البريشر في الجهاز الفلاني ما يشتغلش، ممكن يحصل مشكله في الجهاز التاني. يبقى لازم الاول عمري ما اعرف احل مشكله انا اصلا مش شايفاها او مش متوقعاها او مش شايفه احتمالات حدوثها في الاصل. فخطوه رقم واحد خطوه مهمه جدا، والفايف ستيبس دول الترتيب فيهم مهم، يعني لو في الامتحان طلبتهم منك وواحد بدل خطوه مكان خطوه هشطب له السؤال، لان هم خطوات مترتبه على بعضها. ما ينفعش اعمل خطوه قبل خطوه، ما ينفعش ابدل في الترتيب. الترتيب هنا له معنى اساسي ومهم معايا. فخطوه رقم واحد هي ايدنتيفاي وات كان جو رونج. تاني خطوه ان احنا نحدد اللايكليهود للايفنت ده، يعني عندي بايب سيستم معين، ايه احتماليه ان يحصل ليكج، ايه احتماليه ان يحصل شرخ، ايه احتماليه ان البريشر يزيد اكتر من الالاود اماونت، ايه الاحتماليه بتاعه كل ايفنت من اللي احنا حددناهم في رقم واحد، ايه احتماليه كل واحد فيهم، البروبابيليتي بتاعته قد ايه. تالت حاجه، يا ترى الايفنت ده لو حصل سواء البروبابيليتي بتاعته عاليه او واطيه، ايه الكونسيكونسز المترتبه عليه، ايه العواقب اللي هتحصل. يعني لو البريشر عالي في السيستم الفلاني ايه المتوقع يحصل، طيب لو حصل ليكج ايه اللي هيحصل نتيجه الليكج ده، لو حصل شراره طب ايه النتيجه اللي هيحصل منها. فبالتالي يبقى اول حاجه لازم احدد هي ايه المشاكل المتوقعه، ايه الاحداث المتوقعه، طبعا احداث سيئه. ونمره 2 احسب اللايكليهود بتاعتها، احتماليات حدوثها. ونمره 3 احسب العواقب المترتبه عليها. هل الثلاث خطوات دول كده كفايه؟ هل انا كده ممكن اكتفي ان انا عملت الاناليسيس بتاعي، اديني عرفت المشاكل المتوقعه وعرفت احتمالات حدوثها وعرفت نتائجها، هل ده كفايه عشان اقول ان انا عملت ريسك اسيسمنت؟ تتوقعوا ايه اللي ناقص؟ المفروض ازاي اتجنب الكلام ده، او ازاي احمي المؤسسه من المخاطر دي؟ ده خطوه منهم. ايه كمان؟ احنا الميثود اسمها 5 ستيبس، ففي 2 ستيبس معانا لسه. الخطوات اللي اعملها لما المشكله بتحصل بالفعل؟ ما هو لا، انت دلوقتي في نقطتين، المشكله لما تحصل دي حاجه، ولكن هل انا في الريسك اسيسمنت هل انا التارجت بتاعي اني استنى المشكله تحصل؟ لا.
يعني هي الفكره في الريسك اناليسز ان انا بعمله وانا لسه ما عملتش حاجه، يعني البروجكت لسه ما جاش، البلاتفورم بتاعي لسه ما اشتغلش، انا بتخيل سيناريوهات مستقبليه ان جايز يحصل المشكله دي، والمشكله دي احتمالات حدوثها عاليه او منخفضه، وانها لو حصلت هتسبب لي المشاكل الفلانيه. دي سيناريوهات مستقبليه، انا هنا مش بتكلم على زي ما بيسموها اداره الازمات. انا مش هنا مش بناقش ان المشكله حصلت نعمل ايه، احنا هنا لسه في مرحله ان بنتخيل المشكله مستقبليه. فبالتالي خطوه معانا في النص رقم 4 قبل الاكشن بلان اللي زميلكم بيتكلم عليها، ان الاول اقرر هو انا محتاجه اصلا اكشن ولا لا. يعني لو في عندي سيستم بسيط وملوش دامج او مش هيأثر على حاجه او الايفنت، واعتقد احنا كنا اتكلمنا المره اللي فاتت ان لازم بيبقى فيه كومبرومايز او بيبقى فيه توازن ما بين، طبعا الارواح مهمه جدا ان انا احافظ عليها وعلى الممتلكات، ولكن في بعض المخاطر اللي هي الدمج اللي هينتج عنها مش مستاهل ان انا اعمل. يعني لو حاجه احنا صنفنا لو تفتكروا الليفلز للكونسيكونسز، فلو حاجه هيبقى الايفكت بتاعها ما فيهوش انجريز، ممكن يبقى فيه مال فانكشن مثلا، ان لو الحاجه دي اتعطلت الونش مش هيشتغل، بس ما حدش اتعور، حدش مات، ما فيش تسريب في البضاعه، فيش بضاعه وقعت واتكسرت. فبالتالي ان هل الايفنت ده اسميه او الريسك ده اسميه توليربل ولا نوت توليربل، ان هل العواقب المترتبه عليه ومنعها يستاهل ولا ما يستاهلش. يعني زي ما بقول دلوقتي حاجه زي ان انا كاوتش العربيه، في احتماليه ان انا ممكن امشي في حته كاوتشتين ثلاثه يفرقعوا، وارد ولا مش وارد؟ بس لو ده حصل وسط البلد، هل يستاهل الاحتماليه بتاعته حدوثها وعواقبها اني مثلا امشي باربعه ستبن في العربيه؟ احنا العربيه بتمشي بكام ستبن؟ محدش عارف؟ واحد. مع ان ممكن ان انت تمشي في حتة فيها حاجة مكسرة اكتر من فردة تبوظ، ولكن هو شغال على ليفل معين من الريسك معاه، انه هو واحدة بس تبوظ، هو ده الستاند باي او هو ده الريسك اللي انت willing to take، ان يبقى الليمت بتاعك واحدة بس، يبقى اكتر من كده خلاص هركن العربيه واتصل بحد يجي يصلح يجي يتصرف، ودي تشانسز بتاعتها قليله، فبالتالي I am taking this risk as tolerable، يعني ان انا متقبله ان لو حصل دامج في اكتر من حاجه ان الدنيا هتقف وحركن على جنب، و I'm okay مع ده. في سؤال؟ مش سامعة حد بيكلمنا ولا بيكلم حد جنبه؟ طيب فبالتالي خطوة مهمة جدا هي خطوة ان انا احدد واصنف الريسك tolerable ولا لا. وليه الخطوة دي مهمة؟ لان financially وfeasibility study وeconomically wise مش هينفع اخد احتياطات لكل حاجة واي حاجة، مش هينفع. يعني تخيل نظريا اشارات المرور، لو انا عايزة اقلل الحوادث نظريا انا ممكن كل 10 متر احط اشارة، هل ده logic؟ كل 100 متر كل 100 متر احط كاميرا بتاعت مراقبه المرور؟ نظريا ان انا لو كل 100 متر حطيت كاميرا هقفش كل المخالفات وهقفش كل الناس وهعمل كل حاجه، بس هو ده قصاده تكلفه شكلها عامل ازاي، وان احتياجي للكاميرا واللي بيتابعوا الكاميرا واللي بيعمل الكاميرا وفلوس الكاميرا وصيانه الكاميرا. فبالتالي انت هتيجي عند نقطه اللي هو you are paying too much، انت عامل كوست عالي قوي، وفي النهاية هل الكاميرات الزيادة دي هتقلل لك نسب الحوادث بكام في المية؟ Does it worth it ولا لا؟ فخطوة مهمة وبتعتمد على
خبرة فريق العمل اللي بيشتغل في الريسك اسيسمنت to decide what is tolerable and what is not. ودي قصة ايه طويلة. اخر حاجة اللي حد فيكم كان اتكلم عليها فكرة ان ازاي بقى امنع او اقلل الريسك اللي انا شايفة انه ممكن يحصل ده. انا قلت كلمتين والكلمتين مش مترادفات، قلت كلمة امنع وقلت كلمة اقلل. طب ليه اقلل؟ ليه مش امنع؟ ليه التارجت بتاعي ما يبقاش المنع؟ ليه قلت كلمة اقلل؟ البشر عموما بيغلطوا، صعب ان انا امنع حاجة. مع كل ابن ادم خطاء، بس معناها ان انا اسيب الشركة تبوظ ويخربوها عشان انا سامحة لكل موظف ان هو له ليميت، يلا اغلط براحتك واحنا هنلم وراك، بس مش مشكلة. هو الفكرة ما فيش حاجة بتبقى 100%. ليه؟ عندك بيوصل للمية في المية يعني. ايوة ليه؟ اديني مبرر علمي، احنا مش حصة فلسفة، اديني مبرر علمي، اديني سبب هندسي، حاجة احنا درسينها عدت علينا جات سيرتها في حاجة تبرر ان ليه مش هينفع السيفتي تبقى 100%. يا دكتور ممكن عشان الجزء مثلا، ماشي اللي بيتكلم اللي بيقول عشان جزء ايه؟ بيقول عشان جزء الكوست يعني. مش كفاية ولا دكتور اطلع انا بتوع حقوق الانسان واقول لك يعني حياة الانسان ما تسواش، ادفع كم مليون زيادة، انت تعبان في ايه؟ ما على حساب الشركة، على حساب السيفتي، ما تضحيش بالسيفتي عشان خاطر الفلوس يعني. بس في حاجة تانية حتى لو بالفلوس مش عارف اتحكم فيها، ايه هي؟ ايه ريسكات انا ما بقاش عارفها؟ ايه ريسكات انا ما اقدرش اعرفها؟ في ايه؟ انا مش سامع اللفظ معلش. بقول الكوارث الطبيعية. الكوارث الطبيعية الانفايرومنت. دلوقتي انا بصمم بلاتفورم مثلا اوفشور هيشتغل وليكن في البحر في المحيط الاطلنطي او في الهادي او في بحر الشمال، انا بصمم على انفايرومنتال كونديشن محدد، وخدته المفروض الكلام ده في الشيب ديزاين، الفرق بين الاوبريشنال ديزاين والماكسيمم ديزاين كونديشنز. والسؤال لو اوت اوف نو وير جالي اعصار، هل المفروض ان انا اكون مصممه بلاتفورم زي الاهرامات كده يعيش 7000 سنه والاعصار يروح ويجي والبلاتفورم واقف؟ هل دي لوجيك؟ اكيد لا، لاني ما اعرفش في الـ في الديزاين بتاع الانفايرومنت او الانفايرومنتال كونديشنز بنشتغل على حاجه اسمها ريتيرن نمبر اوف ييرز، يعني ان انا بشوف احصائيات على الامواج والرياح والاعاصير واقول انا هصمم بحيث ان البلاتفورم بتاعي يستحمل وليكن مثلا اعلى موجة او اعلى اعصار حصل في الخمسين سنة اللي فاتوا، يبقى انا شغل يعني ساعتها بقول ان انا بشتغل على ريتيرن خمسين سنة. ممكن يجي حد تاني يقول لك لا، طب انا هدفع فلوس ازيد شوية واعمل ديزاين يشتغل على اخر مئة سنة. لما اشتغلوا كده بعديها جه اعصار على حد ذاكرتي، ان كان اعصار كاترينا في امريكا. الاعصار ده كان له شويه صور فظيعه على النت زمان، كان من ضمنها جاكيت ستراكشر، والجاكيت كان له يعني زي التاور بتاعه كده، الاعصار لفه زي ما انت تلف دراع واحد ورا ظهره. فالسؤال هو الاعصار عمل كده ليه؟ قدر يعمل الدامج ده ليه؟ قدر يعمله علشان البلاتفورم ما كانش معمول حساب اعصار بالقوة دي ولا بالمواصفات دي. فأنا ما اقدرش اصمم على اعصار في علم الغيب ما حصلش في الخمسمائة سنة اللي فاتوا، ما عنديش بياناته، انا بصمم على اللي انا عارفة، بجيب احصائيات، بجيب ارقام، بجيب شغل، وعلى الشغل ده بعمل البلاتفورم بتاعي. وبالتالي لما اجي اواجه ريسك ان يحصل اعصار او عاصفة او سي كونديشن اعلى من اللي انا مخططاها، هل ينفع اقول ان انا هعمل complete elimination، ان انا تماما هكون عاملة حسابي واشيل كل الريسك
في كل البروسيسز اللي عندي في البلاتفورم؟ هل ينفع؟ لا. طب لما لا ايه اللي هيحصل؟ هيبقى التارجت بتاعي هو تقليل الخسائر، اني ازاي اعمل ايفاكيويشن للعمال، ازاي اوقف البرودكشن من على البلاتفورم ده لحد العاصفه ما تعدي، ازاي العمال دي تبقى سيف وتتنقل مكان امن، احتياطات النقل بتاعهم. ففي الحاله دي مش هقدر اقول ان انا همنع الدمج 100%، مش هيحصل، ومش هبقى حتى عامله ديزاين للكلام ده، ولكن هبقى عامله ديزاين ان يسمح بوسائل استشعار ويسمح بوسائل متابعه ووسائل انقاذ ان لو حصل اعصار بالمنظر ده اني اقلل الخسائر. فيبقى بالتالي الفايف ستيب ميثودز اللي معانا في الريسك اسسمنت، قلنا اول حاجه ايدنتيفاي وات كان جو رونج، ايه المخاطر اللي انا متوقعاها، ايه احتماليه حدوث المخاطر دي، ايه المتوقع على العواقب من المخاطر دي، بعد كده اصنفهم ل ريسك او هازارد مقبول ان احنا نتجاوز عنها ونطنشها، وهازارد تانية او ريسك تانية مش مقبول التجاوز عنها، والخطوة الاخيرة ايه اللي اعمله واغير بيه منظومة السيستم بتاعي واظبطه بحيث ان العواقب اللي احنا قلنا عليها في رقم 3 لو حصلت ازاي امنعها او اقلل من اضرارها بقدر المستطاع. يعني بمعنى قوانين الدولة، قانون مش عارفة رقم كام، بيقول لك ممنوع التدخين في المباني الإدارية في الدولة كلها، يعني نظريا ممنوع التدخين في كل مباني الكلية، فعليا في ناس بتدخن. طيب يبقى ده في اكتيفيتي انا مش مسيطرة عليه. طيب الريسك بتاعي هو ايه؟ الريسك بتاعي هو الحريق، فالحريق اللي هو نمرة واحد، خطوة رقم واحد، الحريق ده ممكن يجي من مصادر متعددة، مصدر منهم هو التدخين. فأنا هعمل رقم 5، هموديفاي إيه؟ هعمل إعلانات، هعمل بوسترز، هعمل عقوبات إن أي مدخن يبقى 1 2 3 عشان أمنع أو أقلل الأيتم ده. طب هل التدخين والسجاير هي السبب الوحيد والمصدر الوحيد للحريق؟ لا طبعا. لا، انت عندك ابسط حاجه تانية، ماس كهرباء. ماس كهرباء، ماس الكهرباء اسبابه بتبقى ايه؟ ان السيستم بتاعك ممكن يبقى قديم ومفيش صيانه كفايه، او ان الاحمال الكهربائيه اعلى من اللي متزايزن عليها. يبقى الخطوه رقم 5 معايا ان لو الماس، لو الحريق مصدره تدخين، يبقى نعمل خطه لمنع التدخين في المؤسسه والرقابه على الموظفين والطلاب، وازاي ان انا اعمل ايه حسابي عليها. ستيب رقم 2، ان لو الحريق بتاعي مصدره ماس كهربي، يبقى لازم اعمل صيانه دوريه على الوصلات الكهربائيه الاساسيه اللي في المؤسسه، اشوف هل الصيانه الدوريه بتاعتها شغاله ولا مش شغاله، ايه نظام المتابعه بتاعتها، ايه نوع الاحمال، ما اسمحش بتركيب معدات تحط احمال اضافيه على السيستم عندي من غير ما اكون عامله دراسه هل البورد بتاعتي تستحمل ولا ما تستحملش. يبقى خطوه رقم 5 ان انا هدور على الايتيمز بتاعت رقم 1، وتكون اوريدي قررت في خطوه 4 انها مش توليربل وان انا مش هسمح بالتجاوز معاها، وابتدي ادور يا ترى الاكتيفيتيز ايه المطلوب مني عشان اعملها. حاجة تانية، سواء الماس حريق أو ماس كهربي، يبقى خطوة رقم 5 أنا كمان هعمل إيه؟ هحط طفايات حريق أو هحط سبرينكلز، رشاشات مية، ولو الماس كهربا يبقى لازم أجيب طفايات تكون فوم أو باودر تنفع مع الكهربا، مش هينفع مع المية، مع الماس الكهربي مية. يبقى بالتالي التاسك رقم 5 هحط فيها لستة الاكشن بلان بتاعتي، لستة ايه الاكتيفيتيز، ايه الحاجات اللي انا مش هينفع اتجاوز، مش هينفع اقبل ان يحصل حريقة في القسم، مش هينفع اقبل ان ناس تتخنق وتموت فيها. يبقى ايه الاكتيفيتيز اللي انا لازم احطها في الخطة بتاعتي عشان ترجع لرقم 1 ان الحاجة دي ما تحصلش، ولو حصلت يبقى تبقى لرقم 2 اني هقلل احتماليات حدوثها،
ولو حصلت وانا بقلل احتمالات حدوثها ابقى برضو حتى الخطوات اللي تخلي الكونسيكونسز اللي هتحصل ما تبقاش ميجور، ما تبقاش مأساوية وما تضرش فيني. هل الخمس خطوات فيهم اي اسئلة؟ اي اسئلة في الخمس خطوات؟ بعد كده هنتكلم على likelihood والconsequences، الاحتمالات لحدوث الحدث والعواقب الناتجة منه. دلوقتي لازم كل event، لو عندي مجموعة سلسلة من الأحداث، يعني تسريب حصل في ماسورة وحصل كمان مع التسريب إن مثلا في شرارة في مكان قريب، الشرارة مع التسريب والماسورة كان فيها غاز سريع الاشتعال ينتج عنه حريق، الحريق نتج عنه وفيات، نتج عنه انفجار. ففي ده اللي بنسميه sequence of events، ان بيبقى في تسلسل للاحداث، مش مجرد ان الماسوره عملت تسريب ورحنا غيرناها خلصت، لا، ما هي لو حصل التسريب ده وتزامن معاه احداث تانية يبقى الايفنت نفسه بيتغير وبيزيد معايا. فبالتالي likelihood بتاعت كل واحد من دول لازم اكون عارفة بتعامل معها ازاي ولازم احددها لوحدها. في طرق ونظريات كتير علشان تحسب بيها likelihood وهنتكلم فيهم كمان شوية. ومثال مثلا على الconsequences ان مثلا لو قلت ان حصل انفجار في مطبخ المركب، فدلوقتي ممكن يبقى الانفجار ده ان الاول حصل leakage في ماسورة سربت حاجة، يا ترى حجم الليكج ده قد ايه وفرصة هل التسريب ده حصل في مكان فيه مصدر اشعال قد ايه. والنقطة التانية بقى بالنسبة للعواقب، يا ترى لما حصل الاشتعال ده في المكان ده، المكان ده بيتواجد فيه كم شخص وبيتواجدوا بمعدل تواجد قد ايه. يعني المكان ده أوضة مثلا على طول فيها شفتات 24/7، اي وقت يحصل فيه الليكج ويحصل المشكله دي والحريقه يبقى في حد هيتعور ويموت، ولا الليكج ده بيحصل في مكان بيتواجد فيه اشخاص نبطشيه 8 ساعات في اليوم، يبقى بالتالي 8 على 24 يبقى احتماليه ان حد يتصاب هي تلت اليوم مش اليوم كامل. واضح المثال ولا اقوله تاني؟ الو، تمام يا دكتور، كله معايا تمام؟ ماشي. في ريسك بروسيس او سامري بنسميه الباو تاي دايجرام. الباو تاي اللي هي البابيونه بتاعه الكرافته، على اساس ان هو الشخص اللي رسمها حطها بالصوره دي، ان عندنا ثلاث ريجنز في الدايجرام ده. اول ريجن على الشمال هنبدا الايفنت اللي سبب المشكله، يعني اللي زي ما قلنا من شويه مثلا تسريب في بايب سيستم، شراره في من اجنيشن من جهاز معين، بريشر في جهاز تاني وطي او عالي. فيبقى الحاجه اللي هتحصل على الشمال ده الايفنت الاساسي اللي هو لوحده ده ايفنت. في النص هنقول حاجه اسمها كريتيكال ايفنت، يعني انا كون ان الماسوره عملت تسريب عادي ممكن يتلحق، ولكن لو ما اتلحقش هيؤدي الى الكريتيكال ايفنت اللي هو في حالتنا وليكن الانفجار او الحريقه. فبالتالي عندي مجموعه من الايفنتس العاديه كل واحد فيهم له اللايكليهود بتاعته اللي لازم ابقى عارفه احتماليات حدوثه شكلها عامله ازاي، وبعدين قد يؤدي هذا الايفنت الى الكريتيكال ايفنت بتاعي اللي هو حريق اللي هو زي حريق او انفجار. طيب حصل الحريق او الانفجار، هل هي دي نهايه البروسيس؟ لا، الحريق او الانفجار هيؤدي الى عواقب اخرى، هيؤدي الى اصابات، الى وفيات، الى دمار في الممتلكات او الى تسريب في البيئه. فده اللي احنا بنسميه بقى الناحيه اللي على اليمين الكونسيكونسز اناليسيس او الكونسيكونس موديلنج، ان انا لازم ادرس
هو لو حصل الايفنت ده، لو حصل الاكسبلوجن ده، او لو حصل الحريق ده، ايه شكل النتائج بنسبها، ان احتماليه حدوثها قد ايه، العواقب دي شكلها وحجمها قد ايه، عدد الاصابات، كميه التلف المتوقعه تبقى ازاي. اوكي. وهنلاحظ هنا ان الايفنت الاساسيه بنحسب لها اللايكليهود، الكونسيكونسز كمان بنحسب لها السيفيريتي بتاعتها والاناليسيس بتاعها. شوية معلومات عامة أو نصايح عامة. أول حاجة identify all potential hazards. A hazard not identified cannot be assessed. لو أنا مش حط احتمال أصلاً إن يحصل تسريب، عمري ما هعرف أتعامل معاه، مش هحسب له أصلاً likelihood، ولا هاخد في الاعتبار إن ممكن يسبب حريقة، ولا هعرف أتدارك عواقب الحريقة، ولا هعرف احسب المتوقع من اضرار الحريقه، لان انا اصلا ما شفتش الحدث الاساسي. فمهم ان في الخطوه الاولانيه ان كل الاحتمالات المتوقعه تتاخد في الاعتبار. فيما بعد هنشوف دلوقتي ان هيدخل الاناليسيس بعد كده التفصيل، ان ايه يعني مثلا بايب التخانه بتاعتها عاليه ما بيعديش فيها ماتيريال كروسيف، معمول لها كاثوديك بروتكشن كويسه، ما في صيانه دوريه، وبالتالي فيما بعد اقدر استبعد الاحداث اللي انا شايفه ان فرصها قليله او ضعيفه او ممكن تبقى تولربل، يجي في المرحله اللي بعد كده. ولكن في المرحله الاولى مهم جدا to identify own expected او potential hazard، ان انا ما الغيش حاجه من الاول، احط الاحتمالات الاول، وبعد كده ممكن بعد ما ادرس وخلص الاناليسيز اشوف الحاجات اللي الريسك او ريسك اسسمنت بتاعها هيقول لي ان هي اتس اوكي تو اجنور او تولريت. الكواليتاتيف استيميشن هنشوفه مع الريسك ماتريكس وهناخدها دلوقتي. والكوانتيتاتيف ده اللي هو زي ما قلنا ان انا بعمل الاسسمنت بالارقام، الاحتماليه بتاعت ده 10% 5% 80%، وده طبعا بيعتمد على ميثودز كتير، فيها حاجات موديلنج نيوميريكال، فيها حاجات من الهيستوريكال داتا، هيجي سبت الكلام ده تاني هنتناقش فيه بالتفصيل. واخر حاجه يوز الكومن سنس، ان الخبره والكومن سنس في تقدير الامور من العوامل المهمه جدا 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 للناس اللي بتشتغل في الريسك اسيسمنت. اوكي. الريسك ماتريكس زي ما احنا شايفين هي ماتريكس بسيطة، بعمل فيها ايه؟ بحط ووازن لكل ايفنت محدد. يعني زي ما قلنا من شوية ان البايب لاين الفلاني جايز يحصل فيه تسريب، حصل له مثلا كروجن، وان الكروجن ده تسبب ان يحصل كراك او يحصل ليكيج. فدلوقتي الايفنت ده اللي هو ان البايب يحصل فيها ليكيج، هبتدي ادور واسال نفسي سؤالين في نفس الوقت، او يعني بارل. السؤال الاولاني هو احتماليه حدوث حاجه زي كده في المنظومه بتاعتي نيجليجيبل، مهمله، ولا لو، ولا ميديوم، ولا هاي. فهسال نفسي السؤال ده، هو ادور على الهيستوري والداتا بتاعتي وتقييم للسيستم بتاعي، واسال نفسي هو احتماليه حدوثه مين في دول. وفي المقابل هو احتماليته ضعيفة أو عالية أو متوسطة، ولكن لو حصل فعلا خلاص حصل، هو اتشرخ، اتكسر، حصل له دامج، لو الايفنت ده حصل نوع الكونسيكونسز الناتجة ايه؟ هل الكونسيكونسز الناتجة، هل العواقب اللي هتحصل تافهة مش مستاهلة؟ يعني مثلا بايب صرف والمية سربت، او في مشكلة فنقل على سيستم تاني وفي سيستم بديل ما فيش دامج، المادة اللي جواها كانت مية او كيميكال مش مشتعل، هل الكونسيكونسز نيجليجيبل، ولا الكونسيكونس ماينور، ولا سيفير، ولا كاتاستروفيك؟ وهنشوف الديفينيشنز بتاعتهم هتيجي معانا بعد كده. فده اللي بتسميه الريسك ماتريكس او البوستون سكوير، اللي هو ان انا بحط
الاثنين قصاد بعض. وطبعا زي ما احنا شايفين عندنا احتمالات متعددة، تباتين وتوافيق، يعني عندي حاجة احتماليتها ضعيفة، likelihood بتاعتها negligible والconsequences بتاعتها negligible، يبقى دي حاجة ايه؟ حاجة احتمال تحصل واحد في المليون، ولو حصلت محدش هيتعور، محدش هيموت، مفيش مصيبة حصلت، يبقى الريسك كده ماله؟ موجود محتمل، او اللي هو احنا سميناه من شوية tolerable، أتقبله، أنا راضية، حاجة احتماليتها واحد في المليون، ولو حصلت مش هتخسرني $1,000، فأم أوكي، محدش مات، محدش اتعوق، يبقى هو متعايش ومتقبل الـ negligible effect أو consequences بتاعتها. طيب تعالى ناخد الإكستريم من الناحية التانية، حاجة احتماليات حدوثها عالية، ولو حصلت هتبقى العواقب يا سيفيري كاتاستروفيك. ده كده ايه؟ ده وضع كده ايه؟ وضع خطير طبعا. ده وضع ما ينفعش يتسكت عليه، ما ينفعش اسمح ان البلاتفورم بتاعي او المركب بتاعتي او اليونت بتاعتي تبقى شغالة وانا مثلا عارفه ان عندي سويتش بورد بيعمل ماس كهرباء كل اسبوع، وان الماس الكهرباء ده قريب منه في خط في مواد كيميكال في السيستم، وان انا عارفه ان كل اسبوع بيحصل لي حادثه في الماس الكهرباء بتاعه، وان لو ده جنب ده هيحصل فرقعه المركب كلها هتولع، وابقى ساكته وابقى متقبله وابقى قابله ان ده اوكي معايا، اكيد لا طبعا. فبالتالي التوازن ما بين likelihood والconsequences هو اللي بيحدد لي الرينج أو الاريا اللي أنا بتعامل فيها، إذا كانت هشتغل معاها إزاي فيها. سويني هنفتح الفايل اللي بعده. ظهرت الشاشة معاكم؟ فدلوقتي هنتكلم بقى، هناخد شوية أمثلة ونحاول نشوف تطبيقاتها معنا في المجال البحري. الأول هنعرف مجموعة من الحوادث، يعني المصطلحات الترمينولوجي بتاعتها. إن أنا لما أقول مثلا collision وكونتاكت أو impact، لو حاولنا نترجمهم عربي هتبقى الترجمة تصادم أو حادثة خبطة، ولكن بالإنجليش هو بيعتبر إن collision إن التصادم بين مركب ومركب، يبقى ده اسمه collision. ولكن contact أو impact إن مركب وحاجة تانية، يعني ممكن مركب والرصيف، مركب والشمندورة، مركب يعني إيه، وobject تاني ثابت. grounding اللي هو إن المركب تشحط، stranding ان هي تشحط برضو بس ناحية الشور بتاع البحر، foundering والflooding ان يحصل فتحات في الهل وتدخل مية وهكذا. فبالتالي يبقى دي المسميات الأساسية الأشهر الحوادث اللي بتحصل معانا في المجال البحري. طيب الحادثة، الحادثة بتسبب failure، عندي حاجة باظت، عندي حاجة اتكسرت، عندي حاجة مش شغالة، فبيصنف ان الايرور او المشكله اللي هتحصل دي لتو مين كاتيجوريز، يا ترى كان المشكله حصلت with regard to a certain system ولا to a certain function. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي في عندي مثلا communication system شامل اجهزه الاتصالات، الانترنت، التواصل، الاذاعه الداخليه في المركب، شامل حاجات كتير قوي. هل السيستم كله وقع؟ يعني هل حصل عندي دامج في سورس معين، في بلاتفورم معين، سبب ان الكوميونيكيشن سيستم كله وقع؟ في دامج از ا سيستم ولا دامج فانكشن؟
ان الاذاعة الداخلية شغالة لكن المايك الفلاني مش شغال، الاذاعة شغالة بس الكونكشن مع الانترنت هي اللي فيها مشكلة، او التواصل بين سيستم والتاني هو اللي فيه مشكلة. فبالتالي في عندنا سيستمز وفي عندنا فانكشنز، والايرور او الدامج او الفيلير ممكن يبقى في واحد فيهم ومش في التاني، ممكن يبقى في اكتر من واحد، وبالتالي الفروقات ما بين السيستمز والفانكشنز مهمة برضو، علشان انت وانت بتحدد اللي قلناه في 5 steps what can go wrong. يعني يا ترى المشكلة في المورينج سيستم مثلا، المشكلة في الانكر، ولا المشكلة في الكابل اتقطع، ولا المشكلة ان التحميل عليه زيادة، المشكلة ايه بالظبط في السيستم ده، ولا سوري في الفانكشن، ولا المشكلة في المكنة الالكتريكال اللي مشغلاه. فبالتالي لما المكنة الالكتريكال تبوظ يبقى الفانكشن 1 و2 و3 هم كمان مش شغالين. فبالتالي ده احد التصنيفات لل يعني هاو تو ابروتش او هاو ان انت تبص على السيستمز والفانكشنز في اليونت بتاعتك. طيب في كمان ابروتش تاني اللي هو ان انا اصنف درجة الحادثة، يعني اسمي الحادثة بحاجة معينة. زي ايه؟ زي ما بقول برضو احنا في العربي accident و incident بيسموهم الحادثة والواقعة. يعني الفرق في اللغة العربية مش واضح قوي، ولكن هو هنا صنف ان درجة المشكلة اداها تصنيفة ان كل واحدة فيهم بمعنى مختلف. فمعنا accident و incident، معنا حاجة اسمها operating disturbance، ومعنا non-conformance. فمن قبل ما نتكلم على الفروقات ما بينهم، دايما الحوادث related للانرجي. يعني لو انا عندي ازازة مية وعندي ازازة بنزين وحصل اكسيدنت من حاجة منهم، مشكلتي مع البنزين او مع الغاز او مع البترول ايه هي؟ مشكلتي ان هو عنده high calorific value، ان هو في energy stored في البرودكت ده، وبالتالي لو جاله مصدر حرارة التمبريتشر عالي، جاء مصدر اشعال، الانفجار او الحريق هو عبارة عن ان الانرجي المتخزنة في المادة دي تتحول لصورة تانية، وكل ما كانت الانرجي المتحوشة دي اعلى كل ما كان دامج المشكلة بيعلى معايا. وبالتالي تعالى نتخيل العكس، لو مركب خشب عادية صغيرة ما فيهاش اي فيول، شغالة بالمجدف الخشب، شغالة باي حاجة، ما فيش انرجي ستورد عالية فيها، في انرجي بس زي الديسبليسمنت والبوينسي، ولكن ما فيش الانرجي العالي زي بتاع الفيول، وبالتالي احتمالات مثلا ان يحصل اكسبلوجن مش موجودة، احتمالات ان يحصل حريق فيها اقل. فبالتالي انواع الانرجيز المختلفة والاساسية اللي معانا في المركب بتفرق في كمية الانرجي اللي ممكن تبقى involved في الحوادث. فمعانا في الشكل اللي قدامنا المين انرجيز الموجودة في المركب، البوينسي، الديسبليسمنت، البوتنشال انرجي، الكينيتيك انرجي، هيت وبروبولشن، والكارجو لو عندي الكارجو اويل، لو الكارجو فيه فيبر كمان الانرجي بتاعه. فدي الانرجيز الاساسية كمقدمة بس واحنا بنتكلم على الاكسيدنت. فالاكسيدنت معانا بيعرفها ان هي ايه؟ undesirable event that results in damage to human or asset or environment. يعني ايه؟ حادثة غير مرغوب فيها، ما هياش معمولة عن قصد، ما هياش حاجة. يعني انا لما اقرر اعمل شوت داون في الفاسيليتي بتاعتي، انا عندي بروجرام ان انا كل سنة بعمل شوت داون لمدة شهر، ده مش اكسيدنت، ده بروسيس طبيعية انا عاملاها بلاند ان انا هوقف البرودكشن، هعمل صيانة، هقفل، هشغل، انا قصدها فبلاند ومطلوبة بشكل محدد. فبالتالي الاكسيدنت لا، الاكسيدنت undesirable، انا مش عامله حسابي عليها، انا مش عايزاها، انا مش عامله لها بلان. وبسميها اكسيدنت امتى؟ لما اوريدي تسبب دامج،
حصل دامج لأي حاجة من الثلاثة الأساسيين اللي احنا متفقين عليهم، الهيومنز والممتلكات والبيئة. لو حصل أي درجة من الدامج لحد من الثلاثة دول أو أكتر، يبقى أنا بسمي اللي حصل ده بسميه accident. طب incident؟ لا، incident إن كانت هتبقى accident واتلحقت، يعني هي برضو undesirable event، بس اتلحق وتم السيطرة عليه وما حصلش إن دخلنا في الدامج لأي حاجة من الثلاثة الأساسيين، الهيومن والممتلكات والإنفيرومنت. يبقى ده فرق أساسي معايا بين الأكسيدنت والإنسيدنت، إن الإنسيدنت كانت هتقلب أكسيدنت ولكن تم السيطرة عليها. وطبعا في مؤشر مش لطيف خالص في المنظومة بتاعتي، لو بقى عندي إنسيدنت كتير، يعني زي ما قلنا من شوية كده كل أسبوع يحصل لي ماس وبنطفيه وبنلمه وما بيحصلش حاجة، بس معدل إن يبقى الإنسيدنت دي عندي عالي، ده في حد ذاته مؤشر مش كويس على الليفل اوف سيفتي عندي. اوكي، الاوبريتنج ديستربنس بقى من اسمه اوبريتنج، عمليه التشغيل، ديستربنس ان فيها قلق، فيها مشكله، فيها حاجه، هو شغاله المكنه شغاله ولكن كريتيريا التشغيل بتاعتها مش مطابقة للمواصفات. يعني ايه؟ يعني المفروض ان مثلا البويلر دي اخرها بريشر 10 بقى 11، فبالتالي هي كده مش مظبوطة، هي شغالة وما دخلناش في دامج، ما دخلناش في انستنت، ما دخلناش في اكسيدنت، ولكن الاوبريتنج كونديشنز مش مظبوطة معايا ومش، وتم اللي هو بيسموها بالعربي خرق القواعد بتاعتها. أمثلة على الأوبريتنج ديستربنس، إن يحصل مثلاً ريديوزد إفشنسي، إن المكنة الإفشنسي بتاعتها كانت 80% بقت 70، مفيش حاجة باظت، محدش اتعور، مفيش دامج، مفيش ليكيج الأويل، مفيش أي حاجة، ولكن شغالة على إفشنسي أقل من اللي أنا عايزاها. ريديوزد كاباسيتي، كان المفروض إن أنا اشتغل مثلا على سرعه اطلع الرحله دي خلصها في يوم، خلصتها في 3 ارباع، في اقل، في يوم ونص، يبقى الكاباسيتي بتاعتي او كاباسيتي البضاعه. لوس اوف فانكشن، زي ان الرادار مش شغاله، محدش مات ومحدش اتعور، مفيش اي انفايرمنتال افكت، ولكن انا مش عارفه اتعامل. اوبريتنج ان ايمرجنسي مود، او ان يبقى عندي اكسترا عن الليميتس المسموح بيها في حاجه زي الفايبريشن او الوير، او ان يحصل عطل temporarily idle، ان يتعطل ويقف اليونت شويه. طيب النون كونفورمانس بقى، النون كونفورمانس هو شبهه شويه، بس ان التشغيل شبه موجود لكن بره المقبول، بره المقبول خالص. يعني لو قلنا مثلا مثال البريشر كان 10 كانت شغاله في ال11، لا دي شغاله في ال12 في ال15، شغاله في ليميت مش acceptable، وبالتالي مش مطابقة خالص لمواصفات التشغيل، ولكن ما تحولتش إلى accident ولا incident، ولكن المواصفات اللي أنا شغالة عليها غير مقبولة وغير مرضية. أوكي؟ أي سؤال لحد كده؟ أي شباب؟ تمام يا دكتور. نيجي بقى بعد كده نتكلم على نقطة تانية، وما هي أسباب الحوادث؟ يعني ليه أصلا أسباب الحوادث أو أنواع الأسباب بتاعتها؟ أول نوع معانا هي الهيومن كوزز. الهيومن كوزز، حد يقول لي مثال عليها؟ إهمال مثلا؟ إهمال، إيه كمان؟ ممكن عدم كفاية التدريب بتاع الطاقم مثلا اللي موجود؟ بالضبط، إن
ما هو الإهمال إن أنا عارفة ومش بعمل، يعني أنا عارفة إن المفروض الفيشة دي تبقى يمين وكسل أعملها، أو المفروض إن أنا أشيك على الفريشل فرينج وما أعملش، ده الإهمال، إن أنا أبقى مدركة اللي المفروض يطلب مني وما أعملهوش. النقطة الثانية الجهل، إن أنا مش عارفة، أنا مش واخدة تدريب كفاية، مش متمرنة كفاية، مش سيرتيفايد. فدي نقطة. النقطة الثانية مش نايمة، عيانة، واخدة نبطشيتين، زميلي عيان خدت نبطشية بداله، فبالتالي العوامل البشرية كقدرة تحمل إن أنا تعبت، مش شايفة، مش عارفة. أكون طقم المركب يكون من جنسيات مختلفة، يكون في عوائق في اللغة، واحد قال لي حاجة أنا فهمتها حاجة وهو قصده حاجة تانية، عشان في مشكلة في التواصل ما بينهم وبين بعض. فالعوامل البشرية عامل أساسي في الحوادث، وأغلب الحوادث 80-90% منها بتبقى بشكل أو بآخر مرتبطة بالهيومن إيرور. طيب بعد كده في عندنا إيه تاني؟ في عندنا الميكانيكال، زي إن يحصل فيلير لإكويبمنت معينة زي البمب، يبقى ساعتها ده حصنف الأكسيدنت أو حصنف الكوزز بتاعتها إنها ميكانيكال كوزز. الفاير والإكسبلوجن، إن حاجة زي إن السموك أنا مش عارفة أشوف منه أو مش عارفة أتنفس، وبالتالي يبقى هنا مش عشان الحريق نفسه بوظ حاجة، ولكن عشان حاجة زي السموك اللي طالع منه منعني أشوف قدامي، فبالتالي مش عارفة أتصرف أو مش عارفة أشتغل. رابع حاجة structural causes، زي إن باب ما يقفلش، ومن أشهر الحوادث بتاعتها العبارة اللي غرقت في البحر الأحمر، كانت اسمها ايه العبارة السلام، مش فاكرة، السلام حاجة و90، اللي هي كترورو، وكان باب الرمب بتاعها ما بيقفلش كويس. عارفين الحادثة دي ولا مش عارفينها؟ حد فاكر تفاصيل حادثة السلام، العبارة السلام؟ كان في حريق في الانجن روم، ولما طفوا بالانجن بامب في البامب بعد كده ما كانش فيه تصريف للميه فمالت السفينه وغرقت. هو القصه اللي انا كنت سامعاها ان هم كان الباب بتاع الرامب اصلا بايظ، وطالعين بيه من السعوديه بايظ، ومعتمدين على البامبات انها تشفط الميه الزياده اللي تدخل لحد ما يوصلوا مصر. البامبس بعد كده ما قدرتش، يعني قدرتها في الشفط ما كانتش قد كميه الميه اللي بتدخل، فحصل غرق بالكامل في نص السكه. فده فيلير الاساس بتاعه كان ستراكشرال، ان الباب ما بيقفلش وبالتالي فيه ليكج وان هم طلعوا بيها. زاد معاه الفيلير للبامبس ان هي شغاله ولكن مش بالافشنسي ومش بالكوانتيتي المطلوبه، فادت الى ديزاستر. وهنا الجمله اللي دايما بنقولها في السيفتي، الكاتاستروفس او الاحداث الماساويه ما بتجيش من مصيبه واحده، يعني ايرور واحد عاده ما بيعملش مصيبه، ايرور واحد يعمل مشكله، يعمل ازمه، ولكن المهازل والمآسي اللي بتتطور وتجيب وفيات عاليه وتجيب دامج وتجيب مشاكل، عمرها ما بتحصل من ايرور في سيستم واحد او من ايرور في مكان واحد او من غلطه من شخص واحد. دايما بيبقى كذا حاجه مع بعضها بيبقوا في نفس الوقت يسببوا المشكله. وزي ما قلنا الويذر ريليتد كوزز، ان العوامل المتعلقه بالبيئه، درجه حراره، درجه حراره الميه، العواصف، الرياح، كل الفاكتورز دي بتاثر وبتكون احد اسباب الحوادث. Basics of risk assessment، هنا مختصرين الخمس خطوات اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم من شوية. ثواني لحظة. يعني الخمس خطوات الأساسيين اللي اتكلمنا عليهم من شوية، هنا ممكن يعني نعتبر ملخصينهم في ثلاث أسئلة: What can go wrong؟ إيه الحاجات اللي ممكن تحصل؟ How likely؟ وده اللي هو السؤال بتاع likelihood، الاحتماليات. What are the impacts؟ وإيه العواقب اللي هتحصل منه؟ الثلاثة دول اللي هم أول ثلاث أسئلة في الـ 5 steps،
هم اللي بنسميهم الفاونديشن او البيزكس لعملية الريسك اسيسمنت. دول اهم حاجة لازم ببتدي بيها. اوكي محطوطين في الشكل الدياجرام ده معانا. ان ولو نلاحظ في الشكل اللي قدامنا هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان في اسهم تبادليه، يعني ما بين هاو لايكلي ووات كان جو رونج السهم رايح جاي، ما بين وات كان جو رونج والامباكت السهم رايح جاي. دي مقصوده، مقصوده لان الموضوع بيبقى تفاعلي. ممكن ايه اللي يحصل؟ يحصل تسريب. طب لما يحصل التسريب احتماليته تبقى ايه؟ فلما ادرس احتماليته وابتدي افهم ممكن الاقي ان في اوبشنز الثانيه بتطلع واحتمالات لاحداث ثانيه، فارجع اغير الايفنت ثاني. فبالتالي ان البيانات هنا ما بتبقاش ماشيه ستريت فورورد سكه واحده، لا ده انا بحط احتمالات مختلفه وبرجع اعدل فيها، وبترجع كل ما بشوف تاثير منهم ارجع تاني ادرس له اللايكلي هود والامباكتس بتاعته. فالبروسيس تفاعليه بينهم وبين بعض. طيب اخر حاجه معانا الفاونديشن اوف ريسك اسيسمنت. ان عشان اعمل ريسك اسيسمنت قلنا حاجه منهم من شويه، قلنا ان لازم يبقى فريق العمل بتاعي عنده خبره. لو انا واحده عمري ما اشتغلت مثلا في بلاتفورم في نورث سي في بحر الشمال، ما اعرفش اي حاجه عن مخاطر بحر الشمال، مش مستوعبه ايه المشاكل الاكستراز نتيجه الجو او الكونديشن او الظروف اللي هناك او عمق الميه، ايه اللي ممكن يحصل. فبالتالي اللي قلناه من شويه اللي هو انا مش عارفه ايه اللي ممكن يحصل، فمش هعرف امنعه، مش هعرف احط في الاناليسيس بتاعي ان ايه اللي انا هتصرف على اساسه لما انا اكون اصلا مش شايفه المشكله. فالنوليدج اند جادجمنت عامل مهم جدا 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 واساسي جدا جدا. فكره الخبره في النوع ده من الاستراكشرز، الخبره في الانفايرمنت دي بتبقى حاجه اساسيه معانا. يطلع معانا حاجتين تانيين، الهيستوريكال اكسبيرينس البيانات القديمه بتاعه الحوادث بتاعه انواع الاستراكشرز المشابهه، البيانات القديمه بتاعتها، يا ترى الماشينري الفلاني ايه نسبه الايرورز بتاعته، ايه نوع الفيليورز بتاعته، ايه المعدلات الفيليور بتاعته. كل البيانات الخاصه بالحوادث السابقه دي بتبقى مهمه جدا جدا جدا. تاني او ثالث حاجه معانا الاناليتيكال ميثودز. دلوقتي مع تقدم الكمبيوتر، مع تقدم التعامل مع البيج داتا، ان بنبدا ندور على ان احنا نحط موديلنج، نحط معادلات او نحط برامج او نحط طرق امبيريكال علشان تحاول توريني صوره الايفنت اللي بيحصل، عشان تحاول تساعدني ان انا سواء وانا بحسب اللايكلي هود بتاعت الايفنت او بحسب الكونسيكونسز بتاعت الايفنت ان انا اقدر يبقى عندي تصور او تقييم ليها، ويكون التقييم ده اكيوريت اكتر. اوكي اي سؤال؟ بس اعتقد كده كفايه النهارده. اي سؤال يا شباب؟ تمام يا دكتور، شكرا. تمام. والاسبوع الجاي على نصف الاسبوع على مثلا يوم الاثنين او الثلاث هتواصل معاكم او مع باشمهندسه سمر إذا كنت هقدر أنزل الكلية المحاضرة يوم الخميس، ولا برضو هناخد أونلاين لو يناسب الدفعة برضو الأربعة بعد الظهر زي دلوقتي، هنتفق قبلها بيوم مثلا. أي سؤال؟ وكده في محاضرة الجمعة برضو يا دكتورة؟ النهاردة إيه في الأيام؟ النهاردة الأربعة؟ لا النهاردة الأربعة إحنا يعني اشتغلنا تو فايلز، أعتقد كده كويس مش محتاجين الجمعة. شكرا. لا اي سؤال تاني شباب؟ دكتور بعد اذنك لو في محاضره يوم الاربعاء بعد الظهر، انا عندي محاضره الساعه 12 بالظبط. لا احنا بعد الظهر بتاعنا اللي هو زي دلوقتي 8 بالليل. يعني والميعاد بناء على طلبكم ده اللي الباشمهندسه مبلغاني بيه. انا ما عنديش ريستريكشنز، يعني ما لم يكن عندي اونلاين مع حد تاني انا قايله لهم ان اي وقت اللي انتوا تقولوا عليه كميعاد غالبا هالتزم بيه.
فانا اتبلغت بان الاربع تمانية هو اوكي معاكم. في اي اعتراض عليه؟ لا تمام كده دكتور. شكرا لحضرتك. هو بس كان في اعتراض من بعض الناس يا دكتور ان هم عندهم قطع نور بيبدا الساعه 8. ما هو بصي ارجع اقول تاني، انا سبت لكم الكوره في ملعبكم، عايزينها 9 عايزينها 8 الصبح اونلاين ما عنديش مشكله، عايزينها 10 بالليل قولوا لي، يعني انا سايبه الكوره في ملعبكم تماما، ما اعترضتش على اي ميعاد. احنا كنا فاكرين ان المحاضره النهارده تبقى اضافيه، يعني زي ما حضرتك بلغتيني في المحاضره اللي فاتت. بمعنى ايه اضافيه؟ حضرتك المره اللي فاتت قلتي لو عايزين ميعاد كمان زياده في نص الاسبوع عشان خاطر نعوض. طبعا انا مش مبسوطه بالتاخير اللي حاصل، وكل اسبوع بيبقى عندي امل ان الاسبوع اللي بعده هنزل الكليه، بس للامانه وضعي مش لطيف، مجهده جدا ومش بقدر اقف اكتر من 10 دقائق متصل، فبالنسبه لي نزول الكليه حاليا مش يعني اتعشى من على الاسبوع الجاي هتكون الدنيا احسن. السلام على حضرتك، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. يسلمك. يعني انا مش مبسوطه بالوضع، بس في نفس الوقت يعني الترم يعني لو استنينا ان الدنيا تتحسن ممكن الترم يعدي مننا، فمش هينفع. فعلى الاساس ده ان قلت يعني نجري شويه، ناخد شويه في النظري بحيث تعرفوا حتى تعملوا التاسكات والريبورتات مع باشمهندس سمر، بحيث ان يعني نزق شويه في المنهج، وبعد كده ممكن نبقى يعني نضغط في اللايف لما ننزل الكليه ان شاء الله. بس علشان انا كنت متضايقه ان احنا بقى لنا تقريبا شهر في الدراسه وما كناش خدنا ولا غير محاضره واحده، فدي حاجه بالنسبه لي يعني كانت مضايقاني. فاحنا النهارده اهو الحمد لله خدنا الباوربوينت 2 و3، فده كده معقول. فعلى زي ما بقول يعني يا اما الاربع الجاي ان شاء الله اونلاين في الميعاد اللي يناسب الدفعه، انتوا اتفقوا وبلغوني انا مش هتكلم، يا اما لو قدرت ان شاء الله وربنا كرمني اني انزل لكم الخميس اللي كله. فعشان كده بقول على التلات هشوف الدنيا ماشيه ازاي وايه ونبلغ بيها. تمام ماشي يا دكتور، شكرا جدا لحضرتك. انا عارف اشوفكم على خير ان شاء الله.